هو من حيث الاستعداد، الهيئة توا مشات أشواط في تنفيذ الرزنامة بعد المسابقة عليها. احنا توا في تقريب مرحلة متاع التحليل اللي خصصت لها الهيئة 54 يوم. اليوم بلغة الأرقام تم 290 ألف تقريب عملية متاع التحليل متاع العمل الميداني للأعوان متاعنا، وهذا رقم مؤشر إيجابي في الواقع متاع عملية التحليل، وما زالت متواصلة هذه رو حتى في 8 ديسمبر العملية متاع التحليل. الهيئة حاضرة من حيث الجانب التشريعي باعتبار قرارات ترتيبية كنا صادقنا مؤخرا على القرار المتعلق بالترشحات، قرار ترتيب الصدر بالنسبه لقبول الترشحات كيف كيف حاضرين وباش يوقع تكوينهم. اعضاء هيئتنا الفرعيه اليوم اخر اجل لتقديم الترشحات، وغدوه الحي باش يكون عندنا مجلس بصفه رسميه لقبول اعضاء الهيئات الفرعيه باش كذلك يؤدوا اليمين ويوقع التكوين، وفي نفس الوقت باش نهار 23 يباشروا عمليه قبول ترشحات على كامل تراب الجمهوريه. على مستوى عمل المجلس صحيح غدوه عندنا مجلس وكذلك عندنا لقاءات اقليميه اليوم في هو نهار الخميس إن شاء الله في المستير ثم جابس وقفصة يوم الجمعة والسبت حول الاجتماعات الاتفاقات اللي صارت مع الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة للمخطط على التحسيس عملنا اتفاقيات مع الإعلام العمومي التلفزيون الوطنية الإذاعة الوطنية على مستوى مركزي وجهه، وشفتوا الومضات الموجودة وشديدة الدعم أكثر بطبيعة الحال حتى مع كالتونس أفريقيا للأنباء، كذلك صارت الاتفاقية مع اللقاءات المباشرة باش يعملها مجلس الهيئة مع كل المترشحين مع كل الصحافة والإعلام والمجتمع المدني تنعلن عليها إن شاء الله في مع الاساليب التقليديه نتاع توزيع المطويات نتاع كذلك لي بانو بوبليسيتير اللي بيستير في الشوارع في كامل تراب الجمهوريه، اللي هي معناها الاساليب التقليديه العاديه نتاع عمليات التحفيز.